أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في نهار رمضان. ننزل رحلة جديدة نشوف أطيب وأجدع ناس. أهلا بيكم رحلتنا الشهد والدموع، ونشوف المصريين وحلقة جديدة وبرنامج كلام من دهب. أهلا بيك. يا مرحبا. إيه جاي منين؟ رايح فين ولا إيه؟ أنا ساكنة هنا في شارع شهاب وجاي من مستشفى الصفا. مين تعبان؟ لا أنا بعمل كيك أب. وطلع إيه؟ لسه النتيجة هاخدها بكرة. أقول لك أنا النتيجة. متشكي من إيه؟ من أملاح؟ لا أنا عامله تكميم معدة. قسيتي قد إيه بقى؟ من 120 ل 72. يا يعني حوالي 50 كيلو تقريبا. قد إيه بقى؟ يعني سنتين. والله حلو ده. حياتك اختلفت ها؟ طبعا. أنا بدور على حاجة اسمها الروديوم. الروديوم ده إيه؟ روديوم؟ الروديوم. الروديوم؟ الروديوم هو إيه؟ في مجال شنو الروديوم ده؟ ها؟ يعني في ياتو ناحية من. أنت عارف شغالة في مجال إيه؟ لا أنا زول عندي صاحبة محل. محل إيه بقى؟ يعني كوفي شوب صغير كده. عايز أغنية سوداني كده بعد ما خسيتي. بعد ما خسيتي 50 كيلو. نسمع أغنية سوداني. أغنية سودانية؟ كل سنة والشعب السوداني والمصر كله بخير. إيه كنت لابس كمامة إيه يا عم؟ خلاص أحد فيصل. دي جايب أدوية ولا إيه؟ أنت شغال في مجال أدوية؟ شغال إيه؟ مسؤول تجميل. مسؤول تجميل. يعني تعمل إيه بقى؟ حاجات خاصة بالكوزماتكس يعني والكلام ده. يعني بتوصلها ولا بتعالج ولا بتعمل؟ لا بنعالج. تعمل ايه مثلا؟ بقع حاجات كده؟ زي البقع او حاجات ما خاصه بالشعر والتساقط والكلام ده. انا عارف واحد صاحبي يعني شعره كله واقع، ممكن يجيب له دواء يطلع في خلال اسبوع، اصل فرح بعد اسبوع. او عامه الحاجات التساقط دي بتبقى ليها علاج عامه، يعني بيبقى من 3 شهور ل 6 شهور يعني. الروديوم هو ايه؟ الروديوم؟ بندور عليه. لا البطن يعني. ده انت راجل من الادويه. الروديوم يا راجل، انت مش عارفها؟ اسمك ايه؟ اسمي بدر. بدر. الروديوم هو ايه يا بدر؟ لا مش واخد بالي والله. بس يعني هو قريب بس بعيد، غالي ومش رخيص. طب معاك حقن اللي بتدي اللون الاسمر دي، لو الواحد مثلا ابيض يدي لون اسمر؟ لا انا مش انا متخصص في الكريمات يعني وكده. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. كلمي مين؟ بكلم بنتي. بنتك؟ معاكي؟ افتح السبيك. اسمها ايه؟ اسمها رحمة. يا رحمة. اي رحمة. يعني كم سنة؟ عمرها 16 سنة. بتشتغل هنا ولا بتجيبي حاجة ولا؟ لا بشتغل هنا. ايه عاوزة حاجة؟ لا بكلمها اطمن عليها. جايز السحور بقى والحاجات. بصي احسن حاجه في السحور ما تزوديش على 5 رغيفه. كم رغيف؟ نص رغيف. لا رغيفه واحده بس. نص رغيف. يا رحمه. اي رحمه. الو. دي خايفه خالص. اي رحمه. الو. اي رحمه. ندور على حاجه اسمها الروديوم. هو ايه الروديوم؟ الروديوم. يا رحمه. اي رحمه. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمة. الروديوم. يا رحومة. أهلين، عامل إيه؟ إزيك، أخبارك يا رحومة؟ أنت في سنة كام؟ إيه؟ في سنة كام أنت؟ أنا في تالتة علمي. تالتة إنجلش؟ تالتة علمي. تالتة علمي، نفسك تخشي إيه السنة دي إن شاء الله؟ نفسي دكتورة إن شاء الله يعني. يا رب، تبقي دكتورة كده، إيه رأيك؟ عايزة دكتورة؟ الروديوم هو ايه؟ وسأل رحمة كده، قولي لها الروديوم. تبص دلوقتي رحمة، الروديوم يعني ندور عليه. روديوم يعني دور عليه بالنت. روديوم شوفي بسرعة. لا بسرعة. روديوم يعني يا رحمة. روديوم بسرعة. خدي قلب يسوبيها. ايه قال ايه؟ يسوبيها قلب يسوبيها. يا حلاوة يا ولاد. اهلا وسهلا. ازيك؟ انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. مالك في ايه؟ تعبانه؟ ما امسك الطرحه. انت منين؟ من السودان. انا قابلت ناس سودانيين كتير هنا، مجموعه كبيره ساكنين. تعالي خش معايا. شبهي ده. ايه؟ درسي رياضه ولا علمي ولا ادبي ولا ايه؟ لا انا في الجامعه. في ايه بقى؟ بقرا اقتصاد. اقتصاد. ايه رايك في الاقتصاد؟ كويس جدا. العالمي ايه اللي حصل فيه؟ بس في السودان ما
لكن هو اصلا بقرا اقتصاد عالمي يعني. ربنا يكرمنا يعني. الروديوم هو ايه؟ انت بقى اقتصاد تعرفيها. ايه؟ بندور على الروديوم، غالي مش رخيص. موجود بس مش قريب. الروديوم. والرجل الدب مطرح ما ايه؟ مطرح ما تحب. ايه ده؟ اسمك ايه؟ اسراء. يلا اسراء. الروديوم هو انا عاوز كاميرا اجيب الناس كده هاديه. الجو جميل. الشعر ده يا عم وحش ولا حلو؟ هتروح الجيش ولا ايه؟ لا ما عنديش جيش. عشان كده انا عامل تاتو واعمل حاجات تانية. عامل ايه؟ عامل تاتو. حد معاه حاجه ده يطلع بايه ده؟ ما بيطلعش. لا بيطلع طبعا طول عمري. لا ما كان طلع. لا ما بيطلعش. بيطلعش. لا بيطلع. اه والدي اهو سال. فين ولا؟ لا لا زي والدي. فين ولا؟ لا زي والدي. زي والدي. انت معاه؟ اه. رايحين فين؟ شحينا هنا. خليني هنا. سؤال ايه؟ كوفير؟ طب كوفير هنا. عشان كده كوفير لازم ستايل بقى وبتاع. دي ايه بقى دي؟ بص لخريطه. دي الخريطه. خريطه. طب بص فين الشمال وفين الجنوب؟ ساوث اهو. كده. نورث اهو. المفروض كده وكده اهو. كده وكده وكده. احنا فين دلوقتي من الخريطه دي؟ احنا في مصر. ما في مش كاتب مصر، كاتب افريقيا. ايه في السنة. ثبت ايدك، ادعك كده ادعك. مش هتحصل. وانفق فيها. مش هيحصل حاجه. هيحصل البتاع يتحرك. لا مش هتحرك. دي رسمة مش هتتحرك يا عم. في ايه يا عم؟ مش في ده؟ انفخ جامد. نفخت. لا جامد جامد كده. اه مش هيحصل حاجة. اهو صدق سنة سبحان الله. حصل. الروديوم فين؟ او هو ايه؟ او يعني ايه؟ لا مش عارف. بس واحد ورا ماسك موبايل اهو عمال يدور. الروديوم. الروديوم هو ايه؟ لا مش عارف. الروديوم. الروديوم هو هو بعيد مش قريب، غالي مش رخيص. ماشي. طب بص سطح اكتر. بسطة. الموضة بقى في الرجال ايه في الشعر؟ في بونوتيل، في الشعر بتلم بونوتيل، في حاجات كتير. ايه اعمل شعرك بونوتيل كده؟ اعمله كده؟ لا مش هتعمل عشان اعمل كيرلي. تعمل كيرلي؟ اه. ده ايه موضوع الكيرلي ده يا عم؟ معرفش بصراحة. مش شغال معاه في الكوافير؟ لا لا مش معاه. لا لا هو شغال في حتة انا في حتة. كيرلي اه؟ اه. وايه تاني؟ كذا حاجة تاني على حسب. اسمك ايه؟ بوشكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الجمال ده؟ ازيكم؟ ازيكم؟ انتوا رحله ولا ايه؟ باذن الله. ازيك يا صاري؟ مساء الفل. ازيك عامل ايه؟ كل سنه حضرتك طيب. احمد نور. ازيك يا احمد؟ الله يكرمك. ازيك يا صاري؟ احمد نور. كلكم نور. الله يكرمك. كل سنه حضرتك طيب. ربنا يكرمك. الله يعزك. ايه النور ده؟ الله يكرمك. نور. الله يكرمك. ربنا يكرمك. يا رب لك ايه؟ اخواتي البنات. ثلاثة؟ لا احنا انا عندي اربع اخوات بنات. زي ما انت شايف كده عندهم حاجه اسمها ضمور عضلات. أربعة. أربعة. طب الرابعة فين؟ ما الرابعة للأسف لأن عندها ضمور وعندها ما بتقدرش لأن هي ملازمة لجهاز التنفس فعندها فشل في التنفس ومش بتقدر إن هي تيجي معانا. أنا عايز نقعد كده بقى توصيك كده. تنورنا. تنورنا يا فندم. اتفضل. إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه الملايكة وإيه اللقاء الحلو ده؟ ربنا يبارك فيك يا أستاذ. أنا بشوف ناس أحس بالنور كده في وشهم. فأنتوا ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمكم جميعا يعني. أسرة حلوة جميلة هي. تسلم. كل سنة وانت طيب. اه الحمد لله. الله يحكي لي تالي أربع أخوات بنات؟ أربع أخوات بنات. اه. وأنت أخو البنات؟ أنا أخو البنات الحمد لله. ما شاء الله. ده كرم من الله. يا رب. فضل من ربنا علي. عندهم مولودين كده؟ لا مش مولودين كده خالص. مولودين طبيعيين خالص. هم في سن 12 13 سنة بيبدأ المرض يبدأ أعراض المرض تظهر عليه. تتعيط ولا إيه؟ احنا مبسوطين إن احنا خارجين النهاردة. كنا نتفسح والله ونشوف ناس حبايبنا شفنا كده ربنا احنا حاجه حلوه خالص ان احنا شفنا استاذ طارق ده بالدنيا كلها يعني مش. ده انا شايف القمر كله شايف الرضا كله. لعلمك عندي 30,000 سؤال دلوقتي مش عارف اقول ولا سؤال يعني. تسلم حبيبي. كل سنه وانت طيب. الوالده موجوده والوالد موجود؟ لا والدي متوفي ووالدتي موجوده الحمد لله بس مسنه يعني كبيره في السن. ربنا يديها الصحه. اللهم انت بقى اخو البنات. ها الحمد لله. انت اللي بترعاهم؟ الحمد لله من فضل من كرم ربنا علي الحمد لله. هو اللي بيعمل كل حاجه. ربنا عوضنا بيه بدل ايدينا ورجلينا الحمد لله. ربنا يرضيه يا رب الدنيا واخره. ما شاء الله. يعني دورك معاهم ايه يعني؟ انا عارف في حاجات كتيره بس دول اخواتي واولادي وبناتي و يعني شفت الـ 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 الام اللي بترعى طفلها الصغير. الحمد لله يعني شرف ليا قدام ربنا طبعا. يا رب.
وانت متجوز وقعد معهم؟ الحمد لله. انا مش متجوز. لا متجوز الحمد لله. مخلف؟ متجوز ومخلف. معايا ولدين ومعايا بنتين. وانت وزوجتك معهم في البيت؟ الحمد لله انا وزوجتي. دول طبعا. بالنسبة لك ايه يعني؟ الحياة كلها. كلها. انت اللي بتعيطي. خلي بالك بتلخبطيني. لخبطتيني. مش عارف اسأل. انا سعيدة ان شفتك والله يا استاذ طول. لا انا سعيد. اه والله. ربنا يعزك يا رب. انتوا بقالكم قد ايه ما خرجتوش يعني؟ كل كام شهر ولا كل كام؟ كتير كل فتره كده لما عشان كان كورونا وكده، فعشان منعتهم شويه ضعيفه، فلما الدنيا استقرت بنبدا بقى نخرج كده نتفسح نغير يوم هنا في محافظه هنا هنا. تحياتي بقى لوالده وتحياتك لاختك يا رب. عايزين نطمن عليها ان شاء الله يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. سعيده اني شفتك. ايوه سعيده. بقى اسمك ايه؟ تهاني. تهاني. اه انت كلك تهاني وفرحه. يا رب ربنا يعزك. ما رحتوش مدرسه؟ وقفت عند مرحله معينه في خدت ثالثه اعدادي ما قدرتش، كان بسبب ظروف برضه مرضيه وحياه المعيشه، فكان الدنيا مش مساعده، لكن اخواتي البنات مكملين. طبعا اللقاء كله حميميه والاخوه والشهم المصري الجدع ده مش جديد على المصريين يعني. ربنا يبارك فيك. الحلوه الجميله دي. انت معاك شهاده ايه؟ لسانسه اداب. وكنت بتروح الجامعه؟ على احمد كان بيجيب لنا محاضرات من صاحبتي، وكنت بروح على الامتحانات. ده احمد هو اللي بيذاكر معاك؟ اه كنت المحاضرات والشيتات وكل حاجه من الدكاتره، وهي على قد الامتحانات كنت اخدها يعني. يعني النهارده اللقاء ده البطل فيه احمد واخواته. انا سعيد بيكم يعني. احنا اسعد والله. تقول ايه لاحمد طيب؟ اقول له ربنا خلق الهواء والميه لكل الناس، وخلق الهواء والميه وانت مين يعني. اه تتنفسوا بيه. اه الحمد لله كل حاجه الحمد لله. طبعا الاخوه والحميميه والجدعنه ساعات بنشوف كده اخبار مش لطيفه، بس دي الاخبار الحلوه. ده ابن بلدي الجدع، ده المصري الشهم، ودي اللي بتعيط. انا بتلخبط خلي بالك. قولي له بقى كلمه عشان نبدا المسابقه. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويرضى عليك. تقدروا توصلوا الكرسي ولا هو بيساعدكم برضه؟ هو اللي بيحطنا على الكرسي. الدور في الجسم كله يعني، بنقول لك احنا زي الطفل اللي عمره يوم واحد، هو معانا كده يعني. احمد بيشيلكم من على السرير على الكرسي؟ اللي عايزه تعمل كده في تهرش في جسمها بيعملها يعني. الله. الحمد لله ما مش بينام. انت فيلسوف اداب. هو اللي اول ما بتتحركوا اول ما بتصحوا لغايه لما بتناموا، عشان انام اساسا لازم ينيمني، عشان اتقلب على جنب تاني لازم هو يقلبني، عشان ادخل حمام هو يدخلني كده كله. ربنا يبارك فيك. انا مبسوط بيك والله. الله يعزك. احنا اسعد بيك والله. عرفت بتاعتي ليه؟ الوالده ست كبيره. اه الحمو سنه بقى عندها خشونه وتعب. انت بتشتغل ازاي بقى؟ انا يعني الحمد لله انا مشتغل محاسب في هيئه السكه الحديد. اه وشغلي في اي وقت من اليوم يعني، بحاول ان انا بيراعي ظروفك. آه في يعني الشغل الحمد لله لحد ما يعني. لا لحد ما ده احنا نشد وزير النقل. آه ده يا ريت والله. انا كنت اتمنى ان عندنا نظام جديد اسمه نظام البصمه، يعني اتمنى ان هم يستثنوني من البصمه يعني. اتمنى. ده ثلاث بنات من أربعة. اول اربعه انا نسيت اللي في البيت. ابتسام. على الاكسجين ابتسام. على الاكسجين. دي مش يعني دي لوحدها في حد ذاتها يعني، دي مش حتى وهي نايمه بالليل الجهاز لو فصل مشكله يعني. انت نايم قصادها ودانك معاها، مش ينفع نمشي. لا ما دي لو فصل الجهاز هي شكرا. ومراتك متقبله ده؟ ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب. هي اختي لينا الحمد لله. واحمد بالنسبه لشغله يعني هو بيبقى يتضايق لما موضوع انه يجبره انه يروح في وقت احنا عايزينه، بيقول لو هسيب شغلي وبس. لا مش هسيب. لو ياكل عيال ازاي يعني؟ قصدي هو بيقول يعني هوظب هنا وهناك، وممكن يكبر دماغه من الشغل شويه بس ما ينفعش. لا 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 اكيد الظروف الغير عاديه ليها قانونا، ده حق اللي بيرعى اخواته البنات الاربعه. احنا بنضم صوتنا لصوتك وهنتواصل مع السيد الوزير الفريق كامل وزير، واعتقد مش هيتاخر ولا هو لا اي حد. وانا سعيد جدا باللقاء ده. ربنا يبارك. شوف اختك الرابعه والدتك سلمني عليها. انتوا رحله أسلم. كبيره يعني. ربنا يبارك فيك. الامارات دول النور طالع منهم، الخير طالع منهم. لقاءنا بحاول اعمله سريع، لكن صدقوني لو قلت الحلقه دي كلها تبقى معاهم
مش قادر يعني الكلام شغلتنا، بس الكلام هنا ما بيطلعش. لما اشوف النور طالع من عينه ابتسامتك دي جميله قوي. وانت والله العظيم كان فعلا نفسي اشوفك من زمان. يا تهاني، بالنسبه لي ده اجمل لقاء واجمل حاجه. الله يعزك. وبحمد ربنا ان احنا ممكن نعمل لقاء زي ده. بالنسبه لي هو الحياه. بالنسبه لي بنشوف الناس اللي زي الملائكه بجد. احمد اللي ازكيك على الله، دعوات كل المشاهدين، وهسألك ويا رب تكسب. وبعد كده بنحاول نكلم نسألهم عشان هم اللي لا هتكسبوا. بص هتكسبوا يعني هتكسبوا. ها انتوا كده اختكم الرابعه اللي على الاكسجين، ادعوا لها ان شاء الله. احاول اروح لكم البيت ونبارك لها. تشرفنا احنا من الشرقيه، يعني بلد الكرم، تنورونا وتشرفونا في اي وقت واي مكان. بص كلنا اولاد المصريين جدعان. المصريين جدعان. لما اشوف جريمه واشوف يقول لك ايه اللي حصل، اللي بتشوفه بين 110 مليون ده حاجه صغيره، انما ده هو القاعده، ده هو الخير. الحمد لله. ولا يا عم احمد؟ الحمد لله طبعا. الروديوم هو ايه؟ اختار حاجه من ثلاثه. اول حاجه هو اغلى المعادن، ده واحد، ولا دي حاجه كده من انواع العربيات، ولا انا بقول لك اي حاجه، ولا نوع من انواع اللبس، الروديوم. اغلى المعادن، ولا نوع من انواع العربيات، الكهرباء، ولا نوع من انواع اللبس؟ ده اغلى المعادن طبعا. اغلى المعادن دي. اغلى المعادن ده، اغلى المعادن البني ادم ده. امبارح شفت ولا اول امبارح ان في واحد مش عارف قتل ابوه في الاسماعيليه ساعه الفطار. ده استثناء، دي القاعده. الروديوم هو اغلى المعادن. دول اغلى المعادن. دي الجائزة اللي أتمنى نشوف على طول. نماذج حلوة، أتمنى نشوف أطيب وأجدع ناس. دي المبادرة، مبادرة هدية السيد الرئيس. الجائزة 100,000 جنيه بتروح لأحمد وإخواته الأربعة. كل سنة وأنت طيب. والله يبارك في حضرتك. كل سنة وأنت طيب وشكرا. متشكرين جدا. ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح. شكرا يا ريس، ورمضان كريم عليك يا ريس والشعب المصري كله في كل مكان. تمسكي الجايزة؟ تعرف تمسكيها؟ اه طبعا. هي مش تمسكها ليه؟ شكرا، ربنا يبارك فيك. والله سعيد. تعيطي؟ لا يا عم تعيطيش. لا ده انا سعيدة خالص ان احنا شفتك. تعيط لي واحنا ما تعيطيش. لا شفتك مكسب لوحدها ملهاش هم. انا سعيد جدا باللقاء اللي اتمنى انه لا ينتهي. اتمنى الود يبقى مستمر. دي مصر الحقيقيه، ده الاسلام، دي الطيبه، ده الدين، ده الصيام. ساعات تشوف واحد بيصوم وخايف على نقطه ميه تخش بقه وبياكل فلوس الناس، انما ده ممكن يسيب شغله عشان اخواته اللي من الصبح الحمد لله لغايه بالليل. انا عاوزه العلبه. اتفضلي. ها؟ مش كان عايز يتجوز. كويس ان انتوا خليتوه يتجوز. والله ده بالحاح منا عشان كان نفسنا في حته طفل وكده. طفل ده ولادكم؟ فهو كان خايف طبعا ان هي ما تكونش كويسه وكده، بس الحمد لله ربنا بيرزق بالنوايا. دول 100,000 جنيه اهم. انا هطلع الفلوس ولا ايه؟ هتحسد؟ تحسد ولا ايه؟ ايه؟ امسك يا احمد بقى. كل سنه وانت طيب. الصلاه. متشكرين جدا. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. لقائنا الحلو الجميل، الناس الطيبه. احمد اخو البنات. احمد اللي عنده اربعه نقول هديه. دول عطايا من عند ربنا. من اول ما بيصحوا لغايه لما بيناموا هو اللي بيرعاهم. هو الام، هو الاب، هو الاخ، هو كل حاجه. ولا يا تهاني؟ طبعا. هو ايه؟ الحمد لله هو كل حاجه. هو ربنا جعله زي الشجره كده، ضرب من سرها في الارض واحنا قاعدين تحت ظلها. والله والله العظيم والله انا عايز من الكلام ده. والله هو احنا من يوم ما ربنا بعتها قعدنا على الدنيا واحنا كده تحت ظل. ربنا يكرمك يا احمد. اربع ببان لك جنه. والله مين يفرط فيك؟ مفيش. لا اربع ابواب للجنه. نقول ايه؟ انا ربنا يبارك فيه وما يحرمنا منه ابدا يا رب. اللي بعدت عننا ربنا يجزيك الفردوس يا رب. يا رب تبقى بجوار سيدنا النبي يا رب. يا رب ويرضيك في الدنيا قبل الاخره يا رب. في زي ما بنشوف وحش كتير قوي طالع في المحطات، بنشوف الحلو اللي ما بنشوفوش. لازم نشوفه. دي القصص اللي لازم تبقى في الصداره. دول المصريين الطيبين.
دول تقول عليهم اهل الجنه، تقول عليهم ملائكه، دول اللي ما بيخرجوش. ليهم اخت ما خرجتش من كام سنه بس هي معانا وكلمناها، ودول ربنا يكرمهم، دول ربنا يشفيهم، ربنا يقويه، والشغل نتمنى انه يساعده عشان يكمل رسالته. الاربع ملائكه ومعاهم اخ برضه من الملائكه، دي ناس طيبه، دي قصتنا، ده كلام من ذهب، ودي الهديه والجايزه ال100,000 جنيه. لو نقدر نديله جايزه اكتر نديله. ادعوا لهم وحيوهم ومبروك ليك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا استاذ، شاكرين جدا. تسلم، ربنا يبارك فيك. شاكرين. يا بنات مش عايز اسيبكم، سلموا عليا. سلم عليك. احنا في طلب صغير بقى عاوزينه منك. ايه؟ شخصيا. ايه؟ ابن بلدي. ايه؟ احنا في حد من السعوديه هيساعدهم ان هم يسافروا عمره، وانا مش لاقي تاشيرات اسافر. انا ليهم طلب، اقعد نكمل الطلب. حد من السعوديه تواصل معاكم؟ في حد من السعوديه تواصل معانا وعاوز يودينا نعتمر. يعني هم نفسهم ان هم يروحوا عند سيدنا النبي ويروحوا الحرم ويروحوا الكعبه. فالراجل ابدا طبعا وقال لنا، بس انا للاسف مش لاقي تاشيرات في مصر، نفسي حد بس يساعدني في قصه التاشيره ان انا اطلع. احنا هنكلم نتواصل مع مكتب سعاده سفير المملكه العربيه السعوديه وخادم الحرمين في القاهره، وان شاء الله يطلعوا عمره يحققوا كل امانيهم. الناس ما بتخرجش. ناس دي انتوا اخر مره خرجتوا امتى في الفسحه دي؟ مش قادره اقول لك. بقالكم ايه يعني، كام شهر ولا سنه ولا؟ من سنه. اول مره اخرجوا من سنه نشوفهم هديه. ان شاء الله نشوف التاشيرات وتسافروا تعملوا عمره وحج وكل حاجه. يا رب يا رب. خلي بالك انت اللي انت فيه ده حج كل يوم. انا عشانهم والله. انت انا عشان انتوا بتعملوا حج كل يوم اللي انتوا فيه ده. يا ربنا برضو يا كريم وهيناويها لنا ان شاء الله. يعني تنام وتحلم في الكعب. قولي عاوزه ايه؟ مش عايزه اقول حاجه. لا قولي. عايز اقول ان احنا مبسوطين ان احنا شفتك. لا بتحلمي بايه الحلوه بيه؟ على طول بالكعبه، نفسها لها فتره من الزمن نفسها تروح فعلا والله. يعني اتمنى ان اي حد يساعدنا في الموضوع ده. طمع في ربنا ان انا هروح باذن الله. طبعا يا رب يا رب، ربنا يشفيهم كلهم وكل مريض، ربنا ينول لكم كل اللي بتتمنوه، ربنا يقويك ويديك الصحه والبركه والرزق الوفير، ويديك طاقه وقوه ان الاربعه دول يبقوا بالنسبه لك حاجه يسيره. يا رب يا رب، الناس تساعدك ويسخر لك كل ما هو عسير يا رب. اللهم امين امين يا رب. القصه خلصت ومش عايز اخلصها والله. احنا لقائنا بيبقى محدد صغير، نفسي الحلقه كلها تبقى مع الملائكه. هي حياتنا كده، وانا شخصيا ساعات في حاجات بتتعبني وبتوقفني، الملائكه دي هي اللي بترجعنا نكمل معاكم. يا رب ابعد عنا الشياطين ونقابل الملائكه دايما يا رب. شكرا يا ريس، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى مصر كلها يا رب. ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيش مصر يا رب. اللهم امين. كل سنه وانت طيب يا ريس، ونعد عليك بالخير. رمضان كريم عليك يا رب وعلى مصر والامه الاسلاميه كلها يا رب. ازيك عامل ايه؟ شفتك قبل كده. تمام الحمد لله. انا هنا في المحل ده ما بتغيرش. والله انتوا اخوات صح؟ لا احنا شغالين مع بعض في المحل. يا راجل. بس عارفين. عارفين ايه؟ لا عارفين. يا ريت نبقى عارفين. عارفين ولا لا؟ احنا عايزين نبقى عارفين. لا قولوا لي عارفين ولا لا؟ والله العظيم ما عارفين، يا ريت نبقى عارفين. لا لا عارف انت. والنبي معاك. انت عارف ولا لا؟ عارف ايه طبعا عشان اعرف ارد عليك. لا احلف. احلف على حاجه وخلاص واشيل وزني. لا انت عارف صح؟ والله ابدا. انا نادر مش عارف. لا انا بساله انت عارف ولا لا؟ لا مش عارف. عارف ايه؟ اول ما رسم صورته على العمله انت عارف؟ لا صراحه انت مش عارف. طب انت عارف اول ما رسم صورته على العمله؟ السادات. انت عارف السادات؟ اظن السادات. اظن سنه كام؟ اظن السادات سنه كام. لا ما افتكرش. حوالي سنه كام؟ ما هو السادات قبل 73، بعد 73 يعني ممكن بقى 75 76. عارف هو جاب لك الاخر. هو عارف طبعا ده قديم يعني. هو انا عايش ايام السادات وهو مش هيبقى عايش. انت عارف؟ انا مش عارف. وهو عارف؟ هو عاش ايام السادات. انا لا. هو عارف؟ هو رد عليك اهو. مش عارف برضه. الملك فاروق يا السادات. الملك فاروق يا السادات. يا الملك فاروق يا السادات. اختار حاجه واحده. انت عارف؟ لا والله ما. طب ما تقولش. انت عارف ولا لا؟ مش انا قلت له في الاول؟ هو قال لك في الاول انت مش عارف، وانت قلت له لا انا عارف.
انا نفسي ابقى عارف ستاري. انت ما بتخيبش يعني كان كلمتك صب. انت عارف بتاعتي ليه؟ ها بتاعتي ليه؟ مالها؟ لا زعلانة كده. زعلنا ليه؟ دي قمر اهي. عايزة بابا؟ لا. بابا فين؟ في البيت. هو قاعد يعني؟ دول ولادك؟ اه. عندك ثلاث بنات ما شاء الله. ايوه. بس كفايه كده بقى. اه. عايزين تخلفوا ولد والجو ده؟ لا لا. البنت ب 100 راجل اه. ايوه. اسميهم ايه؟ تعالي يا قمر تعالي عشان تصور. ساجدة. ساجدة؟ ادي ساجدة. وانت اسمك ايه؟ ريتاج. ريتاج. مكة. مكة. فين ابو مكة؟ عامل ايه ابو مكة؟ محمد صلاح. فين ابو مكة؟ في البيت. طيب سؤالنا، مين اول ما رسم صورته على عملة؟ مين؟ ام رتاج، ام مكة، ام ايه؟ ساجدة. ساجدة. اول ما رسم صورته على عملة هو هو هو. مساعدة؟ ناخد مساعدة؟ خد مساعدة. اتفقنا نغش؟ اه. يبقى عندكم ذمه مش كتب ومراجع برشامه اي حاجه. السلام عليكم. السلام. ايه قاعدين كده ليه؟ كنا بنجيب العلاج لسما عشان هي عندها تقزم ومستنيين حد قريبنا انا اروح نفطر عنده. افطار كويس اهو. انا افطر معاكم بالهدف. هنا في المنطقه ولا ايه؟ اتشرف. اه اتشرف. ايه الحكايه؟ طيب انا معايا معايا شمس ورفعت عندهم مرض جيني نادر، علاجه بره مش موجود في مصر، موجود بره. ثانيه واحده، انتوا قرايب؟ اه انا وهو ابن عمي. والمرض برضو ده برضه المره المليون زوج الاقارب يعملوا اختبار في مشكله يبقى كذا. اه دي المشكله. يعني انتوا عايزين بقى لكم قد ايه؟ احنا كده بقى لنا 11 سنه. اول حاله بدات على رفعت. اه عنده كم سنه؟ رفعت عنده 8. 8. 8 اه. هو المرض ما بيبقاش ظاهر عليهم، هو 4 سنين ونص المرض يظهر. يجيب مرض ايه ده؟ هو اسمه سيرويد. سيرويد؟ اه هو مرض نادر في العالم كله، احنا الحاله العشرة اللي في العالم. سيرويد؟ اه بس احنا النسبه الثانيه اللي هي ليها علاج بره. والقمر عندها مشكله؟ نفس اخوها، اول ما جابت 4 سنين ونص اتشنكت، قلت الحمد لله انا راضيه. بعد كده ما بقتش تمشي، قلت الحمد لله انا راضيه. بعد كده ما بقتش تتكلم، قلت الحمد لله انا راضيه. الصدمه بقى الكبيره ان رفعت دخل الرعايه ودلوقتي بيشوف بنسبه 20%. الشبكيه اتاكلت. لازم حضرتك تقرب على الوش قوي عشان يشوفك، مبقاش يتكلم ولا يسلب طوله ولا يتكلم ولا يشوف. طب ايه دواء؟ ايه بياخدوا دواء؟ هم بياخدوا 7 انواع من العلاج، بس ديك حاجات كلها مسكنه ان هي تهدي الكهرباء. الدكتور بيقول لي طول ما هم مش هيتعالجوا من اساس المرض بتاعهم هتفضل التشنجات كده عندهم مستمره. طب عاوز اسالك سؤال. اتفضل. دلوقتي هم بقالهم مثلا بقالها سنتين على كده؟ اه هي دي عندها 6. الدواء بيخلي حالتهم تثبت ولا حالتهم بيحصل فيها مشاكل؟ لا ما انا هقول لحضرتك، المرض ده كل ما يكبروا في السن بيعمل تاكل في المخ. يعني كل ما الدواء هيعمل مثلا يهدي الدنيا كل ما يكبر التاكل بتاع المخ يتاكل الحاله تزيد. ربنا يشفيهم. وبنتك الاولانيه كويسه؟ سما كويسه بس هي عندها 10 سنين انا بعالجها، بديها علاج هرمون عشان التقزم. بس هي الحمد لله بس هي تعافت المرض الحمد لله. التقزم ده ليه علاج؟ اه مرض. اه بس يا رب يجيب نتيجه لان برضو قالوا لي هو يعني دلوقتي عمرها كم؟ 10 سنين. 10 سنين. اه في كده يا عم. يا عم دي اطول مني. دي قمر اهي. سلام. اسمك ايه؟ الحمد لله. اسمي سما. سما دي اموره دي اهي. تعالي كده عشان تصوري. دي القمر اللي بنقابلها النهارده وان شاء الله يعني ربنا يسعدكم. نفسك في ايه؟ نفسي اخواتي يبقوا يعني سليمين ويلعبوا معايا. سلام ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما يلعبوا العيال التانية. هياخدوا العلاج. ادعي لهم انت بس. ادعي لهم. يا رب. اقعدي يا قمر. احنا نفسنا ان هم يخفوا، مش عايزين حاجه اكتر من كده. في حد قال لكم في علاج في المنطقه كذا او في حته كذا او بتاع؟ هم قالوا في بره في اوروبا يعني في عندك الهند والهند والهند وايطاليا، يعني مش قايلين لنا على حاجه معينه. الاسره الطيبه اولاد العم لما اتجوزوا البنت الكبيره ربنا يناجيها وكويسه، والولد والبنت ان شاء الله يخفوا لما تدعوا لهم. ونقول يا رب نقول يا رب نكمل معاكم رحلتنا. هسألكم سؤال وبرنامجنا بنقابل فيه الطيبين.
سؤالنا بيقول من هو أول من رسم صورته على العملة؟ هل هو الإسكندر الأكبر ولا ده رقم واحد ولا رمسيس الثاني ولا تحتمس؟ واحد اثنين ثلاثة. واحد. انت تقولي واحد. واحد. قول واحد. واحد. أنا أول من رسم صورته على العملة الإسكندر الأكبر واحد ولا رمسيس الثاني ولا تحتمس؟ ها؟ واحد. واحد. الإسكندر الأكبر هو اللي رسم صورته على العملة. انت اسمك ايه؟ محمود. وزوجته وولاده الثلاثة. الرحلة اللي نتمنى ان ربنا يعني يستجيب للدعاء ويتم العلاج المظبوط في الوقت السليم. وقلنا اول ما رسم صورته على العملة هو رمسيس ولا اسكندر الأكبر؟ اسكندر. انا قلت لخبطك. اسكندر الأكبر اول واحد رسم صورته على العملة، ودي مبادرة هدية السيد الرئيس. تكسبوا معانا بداية الحل، الأمل، التفاؤل، 100,000 جنيه. بقول لك مبروك. شكرا. مبروك ليك. شكرا. ألف ألف مبروك. ربنا مبروك. مبروك يا رب. تعملي إيه؟ أسجد لربنا. أسجد. اللي وصلني بيك. شكرا. شرف ليا كبير، شرف ليا كبير قوي. الحمد لله. تقابلت بحضرتك ويا ريت ربنا يكرمك. يا رب يشفهم. أسكن بي. سيادة الرئيس أقول له كتر ألف خيرك، ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا وشفنا اللي كسبوا معانا، نقول لهم ألف مبروك. نكمل معاكم بكرة رحلتنا، رحلة الشهد والدموع. استنونا وحلقة جديدة وبرنامج كلام من دهب.